route de l'Afrique. في غود دو لافريك اليوم باش نحكيو على حلم جزائري او مشروع جزائري. هذا باش تقولنا عليه بعد شويه سيدي اذا باش نعرف التسميه اللي نستعملها. ماشي بيكون حلم مشروع حلم مشروع حلو هذا لو جوست ميليو. تابون على ماجد تابون رئيس الجزائري كان اعلن نهار الثلاثاء اللي فات 13 فيفري قال انه اليوم احداث مناطق حره بين الجزائر وخمسه دول حدوديه اللي هي موريتانيا مالي تونس خلال العام هذايا ينجم يعزز الاقتصاد الاقليمي ويقوم بإدماج الاقتصادات نتاع البلدان هذيا. وأكد في كلمة ألقاها خلال اون كونفرنس اون ليني قال انه اليوم ان فكرة ان نجمع مالي موريتانيا نيجر مع تونس وليبيا راه هذا ينجم يعاوننا برشا ومن المهم الجلوس على طاولة الحوار مع الرؤساء هذوما والعمل على المشروع هذا. وقال انه الجزائر من شريتها هي تلتزم بتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والتكامل القاري على المستوى القارة الافريقية ككل. مش يحكي على الجزائر فقط ولكن يحكي على التكامل القاري. وقال انه اليوم نجم نحسنوا البنية التحتية بين البلدان هذوما، ينجم يكون فما تعاون بين القطاع العام وبين القطاع الخاص البلدان هذوما، استغلال الموارد الوطنية متاع كل بلد ويصير إشانج ما بيناتهم، الأموال الإقليمية كذلك والدولية والفان والبخي معنى تليجوم الإترانجي كذلك يتم استعمالها. والقائمة طويلة 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 جدا وحكي كذلك على ضرورة تسريع المشروع متاع الزليكاف. وقت نقراو معناتها الارتيكل ونسمعوا الكونفرنس نتاعو ونحس فما برشا اهداف حلوه ولكن هل هي واقعيه اليوم؟ هو قبل ما نقولوا هل هي واقعيه ولا لا خليني نسال سؤال اخر. قبل ما يخرج في الاجتماع نتاع نيباد اللي هو معناها الاجتماع نتاع الشيف ديتا نتاع الكوفرنمون نتاع زون تاع افريقيا شاور حد باش يقول لهم انكم نتوما جاهزين للشيء هذا؟ تقصد البلدان اللي فما تونسيون معاهم مثلا؟ مثلا انت ما عندكش برشا معناها هذوما جماعه كانوا عندهم مشاكل معك وقالوا جبدوا السفراء نتاعهم وقالوا انت قاعد تشجع في الشمال باش ينشق علينا والتوارق وكذا معناها الدنيا سخونه ما بيناتكم. فجاه باش تقوم هكا تخرج قدام العلن وتقول باش نعمل مش وحده هي وحده صعيبه معناها انت باش تعمل خمسه انت فجاه باش تعمل خمسه مع بعضهم باهي بالوحده بالوحده انت شاورتها وفهمتي بالعباد خدموا مع بعضهم انت بتعمل زون فرونش بتعملها وحدك باش تعمل بلدان اخرين اكيد طيب. معناها شوف البلدان هذوما شنو مشاكلهم معاهم؟ فما تهريب كبير اخي كيف باش يعملوا هذوما البلدان اللي فما معاهم مشاكل هو اللي شوف ايكونوميك موجود ديجا صحيح باش تم تقنينه شنو وهلا بالحق باش تقدر تقنينه انت هل انت باش تقنع العباد هذوما باش تعدوا باش تدخلوا الفورمال الفورمال زار فرونش باهي وشو اللي حضرت؟ اي نحن في تونس وحدنا ما نجمش لا ما احنا قداش نحكيو على زار فرونش رانا الجزائر قداش نحكيو معاهم يعملوا معنا زار فرونش ليبيا كيف كيف بن قردان تو فما برنامج كبير على الكوريدور على زار فرونش وفما تنقلات قاعده تسير وفما كلام مع ليبيا لكن هذا باش يخرج الرئيس ويتكلم يقول نحب نعمل يكون ديجا فما ان ترافاي تكنيك صار في التيران وفما اشياء صارت وقالوا هاي الزون باش تكون هنيه وفما دي بلان وهو شكون باش يكونوا مشاركين فيها هل هو من الدوله شكون باش شكون باش يستثمر فيه الساعه هذه فلوس شكون؟ يا با دو 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 ديتاي معناتها المفروض تو معناها ما عادش لي زون فرونش لي زون ايكونوميك سبيسيال اللي هي سي سا لا توندونس اون فيت اون في بلو دو زون فرونش اون باس بار دي زون ايكونوميك سبيسيال شنو هما لي زون ايكونوميك سبيسيال؟ منطقه اقتصاديه خاصه اللي هي شنو تجي في منطقه تعطيها ديزافونتاج اكثر من بقيه التريتوار وتكون المنطقه هذيا معموله باش تستعمل نقاط تفاضليه اللي انت عندك انا افونتاج كومباراتيف مثلا تجي البنان تقول انا نعمل زون ايكونوميك سبيسيال باش جو فافوريز القطن ترانسفورماسيون تاع القطن انواع الكاجو الحاجات اللي انا نصنع فيها وما نجمش نعملها اذا كان جو ناتير با ديزانفستيسور دون اون زون ونعطيهم ديزافونتاج هذه السير وشكون اللي عمل الاستثمار؟ الاستثمار جاء من القطاع الخاص سي الجروب رايز معناها في مع شركه نتاعهم اولام اللي هما اللي قاعدين يستثمروا عملوا 10 دي زون اندستريال في دي زون ايكونوميك سبيسيال في افريقيا ويحط فلوسه معاك صحيح انت جزائر بيتر ما عندكش مشكل نتاع فلوس لكن فما مشاكل نتاع تنسيق لازم تنسق مع البلدان الاخرين واللونجاجمون نتاع الجزائر في الزليكاف وقتاش؟ توا الجزائر وراتها اهتمامها
وتكنيكمون معناها بداوا يحطوا روحهم معناها في القطر اللي بيكون. هل عندي سؤال بريء جدا، هل هل الانترفنسيون تاع تبون فيما يخص الزون فرانش هذيا ومحاولة تجميع البلدان الإفريقية هذيا حواليه، هل هو رد ضمني على الرفض اللي جاء فيما يخص البريكس؟ شوف ماذا يفيد لابوليتيك نهاية الأمر يا يعني. كل سياسة نذكرك اللي هو توقع المشاكل اللي صارت مع المالي والنيجر، ديك هو صارت مشاكل مالي والنيجر وغشوا مع النيجر اللي هو أنا شجع قادي يتهموه انه هو قاد جماعة اللي في الشمال التيروريست ضد ولا شنو اللي صار ندير مشاو يجريو المغاربة بيان قالوا لهم قالوا لهم بو سايب عليكم الجزائر يجي نحكي معكم احنا نعطيكم اكسي احنا على الـ على الاتلانتيك ونعطيكم اكسي على البور نتاعنا وتعاملوا معنا. يعني شوف فما دواليتي كبيره اليوم ما بين الجزائر والمغرب في القياده والرياده في افريقيا، ولكن اللي هنا معناها مفروض انه هالبلدان هذوما مش يخدموا ضد بعض مع بعضهم، ما المفروض يخدموا مع بعضهم، مش يعني شمال افريقيا ما تنجم تنجح وتقف صحيحه ذو. نحلم انا تهبل الحلم نتاعي انه هذو البلدان هذوما يتفاهموا. المشكله هذيا نتاع الصحراء الغربيه مشكلة وقع افتعاله باش شمال افريقيا بور سيباري البلدان هذوما الكل. حتى حد ما هو ربح حتى حد ما هو ربح سيت اون باتاي دون لاكيل تو الموند اي اون تران دو بيرت. ممكن احنا كتونس اكثر عباد خاسرين تعرف، لانه يعني ما عندناش موارد، احنا ما احنا قوتنا غدويك ما تنجم تكون موجوده كان كيكون شمال افريقيا مشاعه واللي كابابل اون تونك زون كلها اوموجين والديوان مسيبه ما بيناتهم. بون ما نجحتش الامور بين شمال افريقيا، ممكن بزليكاب خاطر طول الموند يوبليجي او سان لازليكاب دابليكي سكو لازليكاب فا ميتخ بلاس سا با بخونت بلوس دو تون. وانت تحكي توا على دايوغ على المغرب على موريتانيا، تتفكر عام الاول ولت عام الاول حكينا على سيت غروند روت كي فا غوليي الجيل نواكشط وتوصل حتى للسنغال، واليوم ما نعرفش الى اي مدى الخط هذايا الجيل اغوس الجيل اغوس لا ترونساريان لا ترونساريان الجيل اغوس اسكو صار افونسمون ما صارش باش باش يصير الافونسمون اذا كنت متعارك مع البلدان هذوما اللوطه. دونك اليوم معناتها فما يا اون بروميس في في فيفري 2022 وما صار منها حتى شيء، صارت عركه في الوسط من بعد اون اوتر بروميس ولي دو بروميس مثلا سيت سيت غراند روت اللي نحكي عليها ونحكي من بعد على انفراستركتور واشونج بيناتنا سي كومبليمونتير، مي في نهايه الامر انت كي تجي تشوف الواقع حاليا هل تغير الحاجه؟ ما تغيرتش. دونك انا شنو نقول بيني بروحي؟ نقول للسيد معناتها في نهايه الامر في لا بوليتيك فقط كلمة قالت يوست كونفرنس مي مالوغوزمون لانترنور معناتها بيسكو يا با يو دو 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 رياليزاسيون في البروميس اللي فاتت. لا رياليزاسيون شوف لوتوغوت لا ترونساريان اللي اكزيست فيزيكمون منو هذا كان انت ما معناها ما حسنتش علاقتك مع الجيران مش مكيش تتعدى مش تتعدى واحد ما مش اللي خليك تتعدى باش تمشي باش معناتها خاصك تشوف نجم تكون طايره تيران مي سافا با سافا عباره يا ندي تعرفك الرقصه الارجنتينيه اسمها التانجو اي مش مك تانجو اي تانجو الرقصه نتاع التانجو رقصه التانجو اللي هي خطوه لقدام خطوه لتالي خطوه لقدام وخطوه لتالي فينالمون تقعد سور بلاس. بون نحن اللي نتمناه ان توكا الفكره ممتازه جدا اذا كان حتى تقودها للجزائر اكيد جدا، ولكن وجب تفعيلها كما حكيت انت الكل في الدبلوماسيه اللي تكون جيده العلاقات اللي تكون جيده يمكن هذاك هو الاساس اليوم لبناء اي انيشيتيف. والله مقدرة. الجزائر عندها ان افونتاج كومباراتيف اكستراوردينير، مفروض هالاشياء التشنجات اللي صايرين في الحدود مع المغاربه زايده معناها مفروض انهم الاثنين يقعدوا مع بعضهم ويحلوا مشكلتهم مع بعضهم، ولا تونس ممكن تكون تلعب دور الشيء هذا، ليبيا ممكن تلعب دور الشيء هذا كمودراتور يصفيوا الجو ما بيناتهم، خلينا نخدموا كل مع بعضنا. فما قدامنا قاره افريقيه حتى بالجزائر وحتى بالمغرب والعينين الكل عليها والعينين الكل عليها، ولا اذا كان ما نخدموش مع بعضنا بالعكس فما بلدان اخرى مصلحتها انه نقعدوا هكا معناها مفرقين بالعكس انا توتا غاني الشباب التونسي والشباب الجزائري مفروض مع بعضه يعمل هالزون هذيا بالعكس على مصلحتنا. مصلحتها تصور انت معناها عندك بورسعيد بورسعيد موجوده ما بين تونس والجزائر وتونس واحده اخرى موجوده مع ليبيا، انت تعرف تو فما برشا كيران قاعدين ماشيين جايين التوانسه قاعدين يمشيو للجزائر يعملوا شوبينغ انت ماشي يمشيو لدبي تو ولا لا ولا يمشيو للجزائر على خاطر لامبورتاسيون ولا خاطر الترافيك ولا برشا حاجات. ديجا انت اليوم كي تهبط مثلا تمشي القصرين ولا تمشي معناتها الولايات الحدوديه في تونس ارخص كل شيء ارخص تلقى سلعه والحق تقول منين؟ يقول لك من الخليج. كيف تمشي للطاوين والله تمشي للطاوين يقول لك تقول منين؟ يقول لك من الخليج بس حق جون فرنش
فهمي بالحق والله راك ساعات تدخل لحوانت في مدنين. انا دخلت لحوانت تقول في معناتها فريشاب حرفيا وكل شيء موجود. وسعر ممتازه بالطبيعه سعر ممتاز. ديك علاش حبيت ديما نمشي مدنين تطاوين. وتحيه بربي تحيه الخير لكل محلاهم العباد غادي محلاهم والله. باش نكملوا معاكم نحن باش نمشيو نحكيو على كوت ديفوار المره هذيا في فورزا افريكا. باش نحكيو على بلاتفورم اسمها غومبو. غومبو اللي اليوم نعرفوا كيفاش نلوجوا فريمون على بلومبيير ان الكتريسيان نجار حديد بني حاجة ياسر صعيبة على ليميت سي تان كوشمار. اللي يجيك وما يخدمكش الخدمة كوم يفو, اللي يجي وبعد ما عادش يهز التليفون اكسيتيرا. ان بتي كلان دوي للاسانسور نتاع لي موبل اللي نسكن فيه اللي عنده شر ما يخدمش ونسكن في 5 ايتاج. وي سبور باهي هو باهي سبور اما لو تكنيسيان اللي هو يمكن حاجتنا بحاجة كيما غومبو سيت بلاتفورم اللي تم انشائها في الكوت ديفوار. باش نحكيو عليها تو دو سويت في اكثر تفاصيل في فرصة افريكا.